احمد انا عاوزه اشغلها يا احمد، انا تعبت من شغل البيت بصراحه. شغاله تاني يا سعاد؟ ما احنا جبنا وقلت اخر ناس في الدنيا ممكن ادخلهم بيتي تاني. ما واحده طلعت حراميه، ولا نسيتي الخاتم بتاعك اللي اتسرق، والتانية عايزه 300 جنيه في الساعه، واللي طلعت بتضرب زياد واحنا مش موجودين في البيت. انت نسيتي ولا ايه يا سعاد؟ ما نسيتش يا احمد، بس انا خلاص مش قادر على شغل البيت. الشقه ما شاء الله كبيره وانا تعبت، ده كفايه شغل المطبخ بس يا احمد. انا حاسه ان الاطباق دي بتولد لوحدها، ما حاجه غريبه جدا يا احمد. انا والله تعبت جدا وحاسه بخمول كده ومش قادره اقوم من السرير. وبعدين يا سعاد نظمي وقتك كده. احمد بص، انا هقول لماما تيجي تساعدني. ماما ايه بس يا سعاد، ده ست كبيره وعندها بيتها برضه. والله يا سعاد ده انا اللي كنت عايزه اشتكي لك ده. انا مش عارف، بقالي فتره كده رايح الشغل وحاسس ان انا يعني عندي خمول جامد قوي. اقعد على المكتب حاسس ان انا نايم، حاسس ان انا في دنيا تانية. ماشي وسايق العربيه انا مش حاسس باللي حواليا. يلا نبتدي حلقتنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لكل ست بيت ولكل طالب ولكل أب مسؤول، كلنا مرينا بالمراحل دي. عايزين نعرف علاج حلو كده. في حاجات هنقولها قبل النوم وفي حاجات هنقولها أثناء النهار. أول حاجة عايزين نلتزم إن احنا قبل ما ننام هنقول دعاء سيد الاستغفار. طبعا الدعاء ده كلنا عارفينه، ودعاء سهل وجميل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دعاء ما خدش دقيقة بالظبط. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قاله عشيا ومات دخل الجنة، ومن قاله في الصباح ومات دخل الجنة. عايزين كمان تاني حاجة، عايزين نقول آية الكرسي قبل النوم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. خدت دقيقة ونص مثلا. لا تصبح والشيطان له عليك أي سلطان. اللي بيقول آية الكرسي قبل ما ينام خلاص الشيطان ما يقدرش يقرب منه، ملوش عليك أي سلطان. هنقول كمان سورة الملك، مش هتاخد من إيدك يعني 4 دقايق بالكتير. هنسبح 33 مرة، وهنحمد الله 33 مرة، وهنكبر 34 مرة. هتصبح الصبح بإذن الله ويقينا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هتلاقي الصحة عالي العال ما شاء الله، والقوة قوة 7 حصان. تخش على البيت هتقلبي البيت، هتبقي عايزة تطلعي فوق الدولاب، تلمعي الدولاب وتعطري الدولاب، وتلاقي نفسك رايح الشغل نشيط ما شاء الله، والطالب صاحي من الفجر يذاكر، مفيش الشيطان مش عارف يدخلك من مدخل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حافظ على تلك الأذكار قبل نوم بارك الله له في قوته. ووعد النبي ووعد ربنا، خلاص احنا عارفين ربنا بيوعد وعده حق. لو انا مش متجوزة لازم اعرف ان لو امي طلبت مني اساعدها في شغل البيت فده حاجة من بر الوالدين، بترفع مني، دي حاجة مش بتقلل مني، ومسيري هفتح بيت وابقى مسؤولة عن كل شغل البيت. لو متجوزة لازم اعرف ان انا بيتي يبقى نظيف، وخصوصا مطبخي، عنوان الست ونظافة الست مطبخها. اوعي تبقي ست كسولية ابدا، انت دلوقتي دي مملكتك انت، لازم تبقي ست ناجحة وشاطرة وكل حاجة. يعني اعرف ستات يجمعوا الاطباق اللي مش نظيفة ويحطوها في قلب البوتاجاز، فرن البوتاجاز، لك اما افضل هبقى نظفها، لدرجة الهابوش بقى يطلع من فرن البوتاجاز والريحة تطلع بسبب الكسل والخمول. ده ما ينفعش طبعا، لازم نبقى قدوة لأولادنا، ولازم يبقى بيتنا كويس، لازم نتحدى كل الظروف. أنا عايزاكي كده وأنت بتغسلي الكوبايات يبقى لك ذكر كده: أستغفر الله، سبحان الله، ولا إله إلا الله. وتغسلي الأطباق كده: لا حول ولا قوة إلا بالله. الحلل كده بقى دي تخلي لها ذكر معين كده: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا.
يعني تخلي دخولك المطبخ وخروجك يعني كتلة من الحسنات بتتحرك في قلب الشقة. اعملي كل حاجة ابتغاء في مرضات ربنا، حتى ما تنسبيش الحاجة دي لجوزك، اصل جوزي وحش معايا، اصل ما يستاهلش ان انا اعمل له. لا، عاملي ربنا، عامل، ما تقوليش اصل ولادي اشقية هيوسخوا. لا، عاملي ربنا، وكل حاجة في حياتك فيها تبتغي مرضات ربنا، وربنا هيرضى عنك ويصلح لك كل الاحوال. المسلم نظيف اينما كان، في اي عمر، في اي سن، تحت اي مسؤولية، المسلم عنوانه نظافته، نظافته الشخصية، نظافته في بيته، نظافته في شغله، في المكان اللي عايش فيه، نظافة سريره. وندعي كمان: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. أشد البعد تماما بين الخير والكسل. الكسل ما بيجيبش أي خير. واعرف كده علاج النفس الكسولة بالضغط عليها شوية وإرغمها على العمل. يعني واحد رايح يقول للشيخ: يا شيخ أنا كسلان أصلي. الشيخ زعله وقال له: قوم اتوضى وتعالى صلي معانا المغرب. الراجل قام اتوضى وجي صلى المغرب وجاي يمشي. الشيخ قال له: انت رايح فين؟ قال له: انا خلاص صليت المغرب. قال له: طب ما تقعد معانا العشاء، هات لك هات القرآن وتعالى نقرا سوا. الراجل قعد استنى العشاء وصلى الجماعة، وبعدين جاي ماشي. الشيخ قال له: انت رايح فين؟ ده في خطبة ساعة بعد صلاة العشاء. الراجل قعد سمع الخطبة، ضغطة بسيطة خالص. الراجل اللي استعاد نشاطه وحيويته، وربنا اداله الصحة، وصلى المغرب وقرا جزء من القرآن، وصلى العشاء وحضر خطبة بعد العشاء كمان، ما شاء الله، بضغطة بسيطة بس بشوية تحفيز. لكن التراخي ده ملوش مكان بينا، مش عايزين أي كسل يبقى مسيطر على حياتنا. يعني عارفين طبعا قصة الغلام بتاع أصحاب الأخدود، أما الملك قال للجنود بتوعه: ارموه من فوق الجبل لا يكفر لا ترموه. طلعوا فوق الجبل، الغلام قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. الجبل اتهز، الجنود وقعوا ماتوا. هل هو هرب؟ الغلام ده يعني اكبر مثل لصاحب الهمة والعزيمة والنشاط والإصرار والتحدي، ان هو صاحب عقيدة وهيعمل اللي عايزه، يعني هعمل اللي عايزه. رجع ماشي للملك. الملك سأله وقال له: ايه اين اصحابك؟ اصحاب هم مش اصحاب الغلام على فكرة، هم اصحاب الملك. بس الملك حس كده والغلام داخل عليه ان اصحاب الملك حصل لهم حاجة، والانسان ما بيحبش المنهزمين عموما، بيتبرى منهم بسرعة. فبالملك اما قال له: اين اصحابك؟ يعني شوف الهمة. ولا كان ممكن الغلام يهرب، كان ممكن يجري، كان الحمد لله الجنود، ده فرصتي بقى، ده انا هروح اشوف لي بلد تانية اعيش فيها احسن من لكن هو عنده عقيدة ومكمل، والمواقف اتكررت معاه، ويرجع للملك ويرجع للملك. عارف كويس نشاط وهمة وعزيمة، هو مقتنع بقضيته. لما تتجوزي تقولي: أنا ناجحة، أنا إن شاء الله ناجحة. أما تتجوز تقول: البيت ده خلاص قضيتي، أنا مش هخلي حد يقرب من بيتي، أنا مراتي دي أسعد واحدة، أولادي دول أنجح أولاد، محدش يسمع لنا أي مشكلة أبدا، أنا بيتي دوت لازم مخلوش عايز حاجة. لما تبقى طالب تقول: انا من الاوائل، انا هاجي مع الوزير، وانا الاول على الثانويه. علي سقف طموحاتك كده وخلي عندك نشاط وهم. ان شاء الله ربنا باذن الله يوعدنا كلنا النشاط والحيويه، والكسل ده يبقى ابعد شيء عننا. واتمنى لكم كلكم حياه سعيده. ونختم حلقتنا بذكر النبي: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.